يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه، ففي القلب فاقة يعني فقر وحاجة لا يسدها إلا محبة الله. ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات. أصحاب المعاصي ترى ظلمة المعصية في وجوههم، حتى وإن كانوا يلبسون أحسن الثياب ويظهرون للناس على أنهم سعداء، لكن ذل المعصية في وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. من مفاتيح السعادة التلذذ بطاعة الله عز وجل وحجب النفس عن الشهوات المحرمة. النفس تميل إلى الشهوة، إذن هي ترى أن سعادتها في أن تمارس وتعاقر الشهوة، فكيف يكون حجب الإنسان لنفسه عن الشهوة بابا من أبواب السعادة؟ أقول إن المعصية لا شك فيها نوع لذة ولها بريق، لكن من يعاقرها وإن تلذذ بها إلا أنه سرعان ما تنقلب تلك اللذة إلى حسرة وهموم وأحزان، وتعود ظلمة في القلب ووحشة، يحس الإنسان بهموم وضيق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل هذه عقوبة للعصاة، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك في القلب، أن يكون القلب منقبض، أن يكون الإنسان دائم القلق والخوف، فهذا أثر من أثار المعصية. لكن الإنسان إذا حجب نفسه عن الحرام ومنع نفسه من إتيان الشهوات المحرمة قد يجد شيء من الصعوبة وشيء من الألم في مجاهدة نفسه على ترك تلك الشهوة، لكن سبحان الله سرعان ما تنقلب تلك المجاهدة وذلك الألم الذي يجده وهو يجاهد نفسه ينقلب إلى سعادة وانشراح صدر. وهذه تعتبر إحدى ثمرات الطاعة والبعد عن المعصية. أما من يرتكب الحرام فإنه لا يقنع ولا يشبع، تجد أنه ينوع في أشكال وأنواع، كل مرة يجرب معصية جديدة، يتجاوز إلى معصية أشد، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن شيء مفقود، يبحث عن السعادة. لكن صاحب الطاعة يحجب نفسه عن الحرام فيجد بعد ذلك لذة في قلبه. وقد جاء في حديث قدسي وفي سنده مقال: النظرة، يعني النظرة الحرام، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. وهذا أمر مجرب وحقيقي، فانظر لنفسك حينما تمنع نفسك من النظرة الحرام وتقهرها تجد بعد ذلك نوع من انشراح الصدر، لأنك انتصرت على شيطانك، انتصرت على شهوتك. وفي المقابل الطاعة أيضا، طاعة العبد لله عز وجل حينما يقوم مثلا لصلاة الفجر يحس بشيء من الألم ومجاهدة النفس وشيء من التعب، يهجر اللذيذ الفراش ويترك النوم وهو شيء محبب إلى النفس، ثم يقوم ويتوضأ ويسير في ظلام الليل إلى المسجد. كل هذه الأشياء في ظاهر الأمر أنها نوع من العذاب، نوع من المشقة، لكن سلوا من داوموا على ذلك كيف هي حالهم؟ هم أسعد الناس والله، بل إنهم لو فاتتهم هذه الصلاة فإنهم يحسون بالحسرة والألم الشديد لأنهم فوتوا الطاعة. إذن هم أسعد خلق الله، وإن وجدوا شيئا من التعب والمشقة في الطاعة، لكن الله عز وجل يذيق أولئك الصالحين والصالحات من حلاوة الطاعة، سواء في أثناء ممارستها أو بعدها، ما يدفعهم إلى الازدياد في الطاعات. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن من أعظم أبواب السعادة العبادة وديمومتها والاستمرار فيها، فإنها تشرح الصدر وتؤنس القلب، وهذا في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.